رأسية باللون الأسمر، هي الأخطر خلف الدفاع جوان. رأسية من العاصمة روما تأتي على الدفاع على سانتياغو الشيلي وتعطي أسبقية برازيلية بلغة الكرنفال بكلام الأبطال. المنتخب البرازيلي مشاهدينا الكرام يفتتح التسجيل هنا في الأليس بارك برأسية جوان. يأتي الأمان مبدئيا وقتيا من جانب السنزاو. هذه البداية ومازال النتيجة الآن ستصبح مرشحة للتصعيد والارتفاع في ظل المجازفات القادمة من جانب منتخب مارسيلو بيلسا. جاية من مدريد ريكاردو إيزيسون كاكا يعطي كرة العجب، يعطي كرة العجب للويس فابيانو. ليس هنالك تسلل كلاوديو برافو في مهب الرياح وفابيانو يسجل هدف ثاني، هدف الأماني والأغاني. الرقصات للسامبا البرازيلية تتأكد في الملاعب الجنوب أفريقي ويمور الهدف الثالث والراميريز والهدف الثالث للسلساو اللي يعاقب الآن منتخب الشيلي. كرة الكرنفال، كرة الأبطال، هذه أجمل اللحظات. السلساو على رمال ريو جانيرو، على رمال ساو باولو من بايا لبرازيليا. المنتخب